الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، مع الكتاب السادس أنهينا كتاب الوتر والتهجد، والآن مع كتاب الإمامة والجماعة. سيدخل في مسألة الإمامة ومسألة صلاة الجماعة. وطبعا هذا الكتاب زي ما قلنا هذا كتاب الوجيز، وهو اجتمع فيه تقريبا جميع أبواب الفقه، ولكن بالأحاديث المختصرة، فهو كتاب وجيز يعني مختصر فيما لا يسع المسلم جهله. كتاب نافع، ويعني أنصح بمن استطاع أن يشتريه أن يشتريه، وإذا ربنا يسر إن شاء الله يعني بس نص على كمية، بنعمل زي ما تقول يوم إكرام للشباب يعني نوزعه إن شاء الله. كتاب نافع لا يقل أهمية عن كتاب رياض الصالحين، لأنه هو رياض الصالحين في الآداب أكثر، هذا في الآداب والأحكام والعقيدي وأوسع يعني، ولكن مختصر بشكل يعني أعم. الباب الأول، الفصل الأول، هو باب الإمامة، باب الأحق بالإمامة. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا كان في بيته أو في مملكته أو في بلده، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. على تكريمته الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. حديث جميل جامع لأبواب كثيرة. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والقارئ أول ما يطلق على القارئ المتقن للتلاوة الذي معه أحكام التجويد، وكذلك يطلق على القارئ بمعنى العالم بكتاب الله عز وجل، وكذلك يطلق على القارئ الحافظ لكتاب الله عز وجل. يعني القارئ يشمل الحفظ مع الفهم مع الإتقان، إتقان التلاوة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. اتبع يعني بمعنى إما الاتباع أو اتبع تلاوته على نفس النهج وعلى نفس طريقة جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، إذا قرأه عليك جبريل، فاتبعه في تلاوته في طريقته في تجويده. ولهذا علم التجويد يقول أهل العلم علم واجب. فمن لم يقرأ بيت الشعر: والقول في التجويد حتم جازم، من لم يجود القرآن آثم. فمن لم يتعلم علم التجويد يأثم، لأن القرآن هو لغة عربية صحيح، ولكن طريقة نطق الحروف، طريقة المد، طريقة الغنن في القرآن، هذه كلها التجويد وإعطاء كل ذي حرف حقه من تفخيم وترقيق وغير ذلك، هذا كله يعني له طريقة معينة. زي ما أن القرآن كلام الله، الله عز وجل يحب أن يقرأ هذا الكتاب بطريقة معينة، بمنهجية معينة، بصفات معينة. ولهذا علم التجويد هو مش علم الصوت الجميل، يعني ما بتحدث عن أنه صوته حلو وأنه صوته مش حلو، وإنما على إتقان الحروف وإتقان حقوق هذه الحروف. فأول ما ينظر إليه في الإمامة إتقان القرآن وحفظه والعلم به، هذا الذي يؤم الناس. ولهذا لم يكن يلتفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمر، حتى شفت حدا في الحديث انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر العمر أساسا، يعني ما في شرط أنه يؤمهم أكبرهم سنا، لا، هان إمامي ما لهاش علاقة بالإحترام ولا لأنه محترم كبير كبير القرية ولا لا، هان الإمام حق لله سبحانه وتعالى، فلا يؤم الناس إلا من انطبقت عليه الصفات التي يحب الله عز وجل في الإمام، والذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فهنا يعني إذا اتفقوا في ملان قراء، ملان متقنين، ملان أهل علم، هنا قال لك زيادة زيادة في العلم اللي هي العلم بالسنة. قال: فإن كانوا فأعلمهم بالسنة. بالسنة يعني تفاصيل الشريعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني أظن والله على مرة صارت أنه اجتمع الشيخ بن باز بن عثيمين والإمام الألباني في الكعبة صلاة الظهر، فلما اختلفوا فيما بينهم أنه الذي إم، يعني الثلاثة كانوا يسموا الأقطاب الثلاثة في العلم، يعني من أكبر رؤوس العلم والمفتين والمجتهدين، فلما قالوا يعني كلهم علماء، فكان أكثرهم علما بالسنة مين؟ الإمام الألباني، لأنه يشتغل بعلم الحديث وتخريج الأحاديث، فكان أوسعهم في السنة فقدموه، ولكن اشترط عليهم، قال: أصلي فيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الظهر الصحيحة
اللي قعدت فيه أكثر من نص ساعة تقريبا، هذا صلاة الظهر يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا فقدموا. إذن فأعلمهم بالسنة بتفاصيل الأحكام الشرعية بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء. الآن ينظر إلى العمل، أكثرهم هجرة، أقدمهم هجرة، أنه اللي قدم في الهجرة، الهجرة اللي هي خلنا نقول التوبة. زمان بكوا في الهجرة، هجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، أقدمهم هجرة، أولهم هجرة. ليه؟ هذا عمل ضحى بشيء عظيم في الإسلام مشان ربنا، ضحى في شيء اللي هو يوازي الموت. الله عز وجل قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني الله عز وجل مشان يبين لك عظمة المسألة قال لك: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم الانتحار أو اخرجوا من دياركم. الثنتين نفس المستوى عند رب العالمين، فجمع ما بين مسألة القتل ومسألة يعني كداش مسألة الواحد ينتحر، نفس المعاناة سيعانيها من أمر بأن يهاجر، كأنك تقتله، كأنه يقتل نفسه. ولهذا أقدمهم هجرة، يعني اللي قدموا باع الدنيا وما فيها هجرة إلى الله عز وجل. طبعا بعد هجرة من مكة إلى المدينة صار معنى الهجرة أهم أعم، اللي هو مسألة الهجرة. أول شيء الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، فأي منطقة تعتبر بلد كفر فينبغي على أهلها أن يهاجروا إلى منطقة فيها بلد إيمان تقام فيها شعائر الإسلام، الصلوات الخمس، الجمع، الأذان، الأعياد المسلمين، أو حكم الله سبحانه وتعالى غالبا يطبق فيها حكم الله ولو بنسبة. يعني للأسف اليوم إحنا في زمن الجبر اللي هو اليوم السياسات العليا، في ناس بتحكم في السياسات، ولكن أكثرها تطبيقا لشرع الله عز وجل. فيهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. ثم الهجرة اللي هي أعم، وهي هجران ما نهى الله عز وجل عنه، اللي هي التوبة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أي تاب إلى الله عز وجل، ترك الحرام، ترك ما كان عليه من الفسق والفجور إلى أن تاب ورجع إلى دين الإسلام. فهذا أقدمهم هجرة. إذن ينظر إليه في عمره في الإسلام، مش عمره كداش عمره، ولكن عمره في الإسلام. قد يكون طفل عمره في الإسلام ومن أتاب بدري ونشأ في طاعة الله عز وجل، بينما آخر أكبر سنا والاثنين نفس المستوى، ولكن هذاك تاب متأخرا، فيقدم هذا صاحب التوبة الأولى. يعني هذه المعايير لا يلتفت فيها زي ما قلنا إلى مسألة الاحترام، وإنما إلى مسألة الأحق بالإمامة. فإن كانوا في الهجرة سواء، اثنين قدموا واثنين عملوا واثنين بذلوا لأجل الله عز وجل، فأقدمهم سلما، أقدمهم دخولا في الإسلام. هذا مسألة السلم اللي هي المسألة الأعم، أقدمهم سلما دخولا في الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يعني عزمت واحد على دارك، فمن الأدب والذوق أن لا يؤم الضيف يؤم في صاحب الدار، لا، حتى يأذن له صاحب الدار. إذن صاحب الدار هو اللي أحق بالإمامة، طبعا مع اشتراط أنه يكون قارئ فاهم متقن، وإن كان يعني وإن استأذن يعني أو طلب منه صاحب الدار أنه الثاني هو يؤم لأنه مثلا أتقن وكذا، فإذا أذن له فيؤم. فهنا في مراعاة الأدب. لا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني من آداب دخول البيت إنك إذا دخلت البيت لا تجلس أينما تشاء، مش وين ما تول ما تفوتك وقعد على الكنبايه اللي بدك إياها ولا على حتى يأذن لك صاحب البيت إنه هنا مكانكم. طبعا هذا يعرف في الآداب، في أخلاق الضيف، في معاملة الضيف. إذن فهذه معايير الإمامة في الصلاة. ثم بعد ذلك أحكام يعني ما ينبغي على الإمام نفسه أن يفعل خلال الصلاة، نأخذها في الدرس القادم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا أئمة صالحين متقنين قارئين مبطحين لأجل الله عز وجل. وسبحان الله زي ما قالوا: إن البغاثة في أرضنا يستنسر. البغاث له صغار الطير أو ضمن صغار الغراب، طير الغراب البغاث في أرضنا يستنسر ويشوف حاله نسر. للأسف الشديد يعني أنا لست أحقكم بالإمامة ولا أفضلكم ولا أقرأكم، ولكن نسأل الله العفو والعافية، ابتلينا بهذا المنصب، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن نؤديه بحقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.